بي تالنتس اليوم عم نتعرف على موهبة حسن عبد الجواد، هالشاب يلي عمره 21 سنة اجا خصيصا من صيدا ليعرفنا على موهبته، كيف حب الموسيقى وخاصة العزف على البيانو، وكيف تميز كمان مش بس بعزفه على البيانو انما كمان بتأليفه للموسيقى. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم حسن. حسن، بدك تخبرنا اول شيء بداية كيف بلشت رحلتك الموسيقية، عن اي عمر، لمين كان التشجيع، مين دعمك، وهلأ شو عم تعمل؟ أوكي، أنا من أنا وكتير صغير صراحة كانت كتير بحب الموسيقى، وكانت أحلى أكتيفيتي عندي أني أسمع الموسيقى، وبالبيت على طول الموسيقى كانت شغالة وعم بسمعها. قررت عمري 9 سنين بلش أتعلم العزف، وشي تعلمت البيسكس تعول العزف اكتشفت أنه عندي موهبة التأليف على عمر 12 سنة تقريباً. كيف اكتشفت أنه عندك موهبة التأليف؟ يعني على عمر كتير صغير؟ إيه، يعني أنا قد ما كنت إذا بدك متشرب بالموسيقى وعلى طول عم بسمعها، كنت بعقلي اسمع موسيقى، بس لتعلمت سكيلز اني ترجمهم صرت اعزفهم. صرت هون متمكن اكثر بموهبتك. بالاول لا، كانت ما كثير فهمانها او ما كثير عم بفهم شو عم بصير، بس مع السنين مع الوقت صرت اتمكن منها افهمها اكثر، والموسيقى اللي ألفها صارت أنضج وأحسن، يعني تطورت مع الوقت. ما في شك كمان أنه مع المسابرة ومع العمل الدائما المتواصل. حسن، ألفت باند، فرقة موسيقية، كمان من كم سنة لورا حبيت أنك تكون عم بتطور حالك أكثر بتأليف هالفرقة الموسيقية، مين بتتضمن الفرقة؟ صح، إيه، من 4 سنين تقريبا قررت أنه لازم هالموسيقى اللي عم بألفها جرب أنشرها وأخذ رأي العالم فيها، واسمعها عم تنعزف غير على البيانو، انا بعزف بيانو اساسا. فاسست باند، كانوا هن من رفقاتي اللي بيعزفوا وبحبوا الموسيقى، قد تقريبا شيء تلاميذ جامعات تلاميذ مدارس، وكان هدفنا نسمع العالم هيدي الموسيقى ونعمل نشاطات حلوه لها امباكت بوزيتيف بمدينتنا. الحلو كمان هون انه مش بس كان الهدف مثل ما كنت عم تخبرني نشر الموسيقى، انما كمان هدف ثقافي وهدف سياحي كمان، انكم تكونوا عم تعملوا هالايفنتس الكبار لتكونوا عم تجيبوا العالم على صيدا وتعرفوها على صيدا بطريقتكم انتم الخاصه. حسن، اكثر من مهرجان او اكثر من حفل موسيقي نظمته وعزفت فيه، خبرنا عن كل حفل وكيف بتتطور الاشياء من حفل للثاني، ان كان بعدد الاشخاص اللي بيكونوا موجودين وان كان كمان بالاصداء اللي بتكون عم تسمعها من الجمهور. لما بلشت كانت اكيد بكوميونتي ضيقه شوي، يعني الاصدقاء العائله الرفقه يجوا يشجعوا، كونسرت بعد كونسرت صرنا نتطور والناس تسمع فينا اكثر. عملنا اول كونسرت كان بمسرح مدرستي اللي كنت فيها، كان تقريبا 500 شخص، هي الانطلاقه اذا بدك، ومن بعدها صارت تتطور لوصلنا اخر كونسرت من سنه تقريبا عملته، كان يمكن اصعب كونسرت ممكن ينعمل، نعمل على جزيره بصيدا اسمها الزيره. ليه تعتبر من اصعب الكونسرت؟ لان نقلنا ستيج وكل الاغراض اللي لازم باي بوت، عمرناهم على الجزيره، العالم اجت كمان باي بوت وتحضرنا هونيك. هيدي نحن عم نشوف الصور كمان، هيدي الصوره، فبتخيل قد ايه بعيده هي عن صيدا، كل هيدا عم نشوف في جمهور كبير. ايه لا، الحمد لله، يعني عم ناخذ بوزيتيف فيدباك والعالم عم تحب سنه بعد سنه وعم تتابعنا. كيف عم بتطور حالك؟ يعني بنعرف انه من كل سنه في حفل موسيقي، وهذا الشيء اللي صار ريتوال، يعني صار شيء عم بتحافظ عليه انه يكون موجود كل سنه وتحديدا بهالموسم تقريبا بفصل الصيف. كيف عم بتطور حالك؟ يعني بتفكر انك تكون عم تتعاون مع اسامي كبيره، كيف بتفكر؟ هلا الايفنت الجديد اللي حنعملوه ب 26 جولاي هو نقطه تطور كثير كبيره بالنسبه لي بحياتي، لأن قدرت أتعاون مع أوركسترا 40 عازف بقيادة المايسترو أندريا الحاج حتكون. فهيدي أول شيء حلم أنا بالنسبة لي، أسمع موسيقتي عم تنعزف بهالطريقة مع هالعدد من العازفين ومستويهم. وكانت صدفة كتير حلوة، يعني أنا وقتها نزلت أتعرف على المايسترو، كان الهدف بعد آخر كونسرت عملته أنه أسمع رأي حدا بروفيشنال بموسيقتي، فبشكر اول شيء انه اعطيني من وقته. بس كيف تم التعاون؟ يعني كيف انت تم التعاون مع المايسترو انك تكون عم بتالف موسيقى وترجع تعرضها على المايسترو انه يكون عم بيتعاون معك، كيف صار هذا؟ هلا حنعمل كونسرت المشترك، واخذوا هن الموسيقى اشتغلوا عليها
وتوزعت على الأوركسترا وبالكونسرت حنعزف هيدي الموسيقى. أي متى رح يكون الإيفنت؟ نرجع منسكر ب 26 تموز بقلعة صيدا. إيه اللوكيشن هي الستيج حيتعمر تحت القلعة. نعم. اللي هي إذا بدك الرمز أو الصورة الأساسية تاعت المدينة، فاللوكيشن متميز والموسيقى اللي اشتغلنا عليها بتتناسب مع هاللوكيشن، وحيكون في مثل إضاءة على القلعة بتمشي وبتتناسب مع الموسيقى، فشو متكامل إذا بدك. نحن حابين نشوف كمان هلأ فيديو بفرجينا حفلتك الموسيقية يلي صارت السنة الماضية، يلي كمان صارت مثل ما قلت لي بجزيرة صيدا. رح نشوفها سوا. نشوف هون أعضاء الفرقة الموسيقية يلي مثل ما قلت لي هن من الأصحاب اللي كنتوا سوا بالجامعة، كيف قدرتوا تجمعوا بعضكم وهالألوان الحلوة كمان والموسيقى الحلوة بصيدا؟ خبرنا شوي كيف صار هالحفل. هذا الكونسرت كان تعاون مع جمعية أصدقاء الجزيرة، هن كانوا حابين يعملوا شيء متميز على الجزيرة، وبنفس الوقت كانوا حابين تكون دعم لمواهب من صيدا، فكان عندنا نقاط مشتركة وقدرنا نتعاون، وإذا بدك المدينة كلها سهلت لكل هالست أب ينتقل ويتعمر على الجزيرة. نرجع منذكر كمان بالحفل اللي رح يصير هالسنة ب 26 تموز، كيف عم بتصير التحضيرات هلأ؟ تحضيرات منيحة، كل شيء موسيقيا كان عنا بروفا من كم يوم مع الأوركسترا، سمعت لأول مرة الموسيقى عم تنعزف بهالشكل. كم شخص عم يكون فيه؟ أوركسترا 40 عازف حيكونوا معي. وهلأ والريبرتوار بيتضمن؟ الريبرتوار حنعزف 14 معزوفة من تأليفي. الـ14 من تأليفك. حلو كتير. حابين كمان هلأ منشوف التحضيرات بذات الوقت أكيد اللي عم تقطع، بس خلينا نرجع نذكر كيف فينا نكون عم نجيب ونحصل على البطاقات للدخول. البطاقات موجودة بصيدا في 2 سيلينج بوينتس، في بعنتر بوك شوب وبسام ستور، ببيروت وبسور كمان في تيكتس، في رقم تليفون من حافظه على البوستر منشوفه اكيد هلا بنكون شفناها سوا البوستر، بيتصلوا والتيكتس بتتامن بسهوله. نعم. الهدف وين بتلاقي حالك حسن بعد هيك حفل موسيقي؟ يعني وين بتشوف حالك بالمستقبل؟ هل بس بمنطقه صيدا او بتفكر اكثر انك تكون عم تنشر موسيقتك بلبنان وخارج لبنان؟ هلا نحن بهيدا التعاون مع المايسترو والاوركسترا حسيت صار عندي مضمون او مستوى الموسيقى ارتفع، صار فينا ننتشر فيه لاكثر مناطق، بس حبينا الانطلاقه تكون من صيدا اللي هي مدينتي، نرجع نجرب هالموسيقى نوصلها لاكبر عدد من الاشخاص. ونحن كمان بنتمنى لك كل التوفيق، ولا تقدر اكيد تكون عم تنشر موسيقتك وموهبتك. حابين نسمع معك ونختم معك كمان بعزفك، تفضل. ايه.